انت ازاي تعملي حاجه زي كده من ورايا؟ غشتي وانا حره فيها. كل ده عشان اتاخرت يومين على القسط بتاع شاكر عرنوس؟ القسط ده اصلا انت مالكش دعوه بيه، خليك في قصتك انت يا عيسى. بس ده ما كانش اتفاقنا. يا عيسى غيرنا اتفاقنا، ما حصلش حاجه يعني. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ يا ابني هي ما تقصدش، هي خايفه عليك، مش عايزه تحملك فوق طاقتك. هو انا كنت اشتكيت؟ ولا هي فاكراني هبقى فرحان وانا عايش على وش الدنيا وشايفها بيتباع دهبها؟ وانا كمان مش هفرح يا عيسى بحته غوشه وانا عارفه ان انا ورايا ديون متلتله. ان شاء الله هلاقي شغل تاني واسدد بقيه الاقساط بتاع سيزيف بتاع هرموز ده. مالكش دعوه بيا بقى يا اخي، مالكش دعوه بيا يا عيسى، مش هينومك من ورايا غير كل هم وغم، وانت اصلا مش ناقص. ايه يا خالتي؟ ايه قصه مالكش دعوه بيا دي؟ يعني خلاص مش هربطه بيا تاني، مش هفضل سبب فقره بقيت عمري. الكلام ده انت بتقوليه من ورا قلبك، انتوا الاتنين ما تعرفوش تعيشوا من غير بعض. كان عندها حق مع الغزالي لما قالت لي اللي بيحب حد بجد ما بيقفش قدام مصلحته. وايه اللي جاب سيره زفته دي دلوقتي؟ يا ريتني سمعت كلامها، يا ريتني سبته لها يتهنى بفلوسها. واخدتي منها المليون جنيه اللي عرضتهم عليك؟ ليه لا؟ على فكره المليون جنيه دول كان ممكن يحلوا لنا مشاكلنا بقيت عمرنا. سارة دي الحقيقة، دي الحقيقة يا ماما اللي مش هنقدر نهرب منها. احنا فقرنا وهيقتلنا، حتى لو سابنا عايشين مش هيرحمنا، هيفضل يذل فينا ويكتم على نفسنا بقيت عمرنا. يا عبيطة يا عبيطة، انتوا الاتنين عايشين بحبكم لبعض. اللي زينا يا ماما مش من حقه يحب ولا يتعب. ولعلمك بقى انا من بكرة الصبح هرجع اشتغل عند عرنوس. انت جنيتي؟ ولعلمك بقى عيسى مش هيسيبك ترجعي. عيسى مش هيقدر يمنعني، عشان هو نفسه هيروح يشتغل عند ما غصب عنه، عشان الفلوس اللي اديتها له واللي لسه هتديها له. عيسى عمره ما كان بيجري ورا الفلوس. مش كنت لسه ماسكه في ايده. بس خلاص مش هسيبه يتسجن واقف اتفرج عليه. لو بحبه بجد لازم احل عنه واخلصه مني ومن مشاكلي. ما تصعبهاش علينا يا مها، احنا مش عايزين نخسره ولا عاوزين نخسر عيسى برضه. ما كنتش فاكره ان عيسى غالي عليكوا قوي كده. احنا مش هنقدر نتخلى عنه بعد ما انقذ حياه ياسر، وحتى لو اجبرتينا على كده مش هيرجع لك. هو اللي فهمك كده؟ لا هو ما قاليش كده بالظبط، بس اللي زي عيسى ما بيستسلمش بسهوله. أنا ما كنتش عايزاه يرجع لي، أنا أكرمته كتير وهو سابني فجأة. أنا بس كنت كارهة إن هو يبقى عندكم وأنا بشتغل معاكم. بتقولي كنت كارهة؟ آه كارهة. بس لو أنتم متمسكين بيه قوي كده أنا ما عنديش مشاكل إن هو يشتغل معاكم. تصوري أنا كان أقصى طموحي تقولي سيبيني أفكر. لا يا رنا، أنت مجيتك غالية قوي عندي، ولا عشرة زي عيسى يزعلونا من بعض. طب حل كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. طبعا. ايه ده انتي رايحه فين؟ ما شربتيش حاجه؟ اطير بقى على ياسر اقوله الخبر الحلو ده. ياسر ولا عيسى؟ ياسر الاول. مالها اخت الشوار بيخرجها مبسوطه قوي كده؟ مفيش، كبرت دماغي من الموضوع. عايزه سبته يشتغل عنده. كبرت دماغي؟ ولا لقيتيها فرصه تشوفيه طول ما هو شغال معاهم؟ هو انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه. اصل هو لو راح اشتغل في حته تانية جايز ما تشوفوش تاني، مش كده؟ يبقى كده. عارف انت بقالك قد ايه ما جيتش هنا؟ حتى انا كنت في المستشفى. من قبل المستشفى وانت متغير، كنت بتبقى معايا وانت بتفكر فيها. هي مين دي يا امل؟ البنت اللي انا معرفهاش، اللي خدتك مني طول الفتره اللي فاتت. حبيبتي وانت بتقولي ايه بالظبط؟
تستغربش. أنا بسمعك من غير ما تتكلم، بحس بيك حتى وأنت مش معايا. لو كنت عارف إن أنت هتنصبي لي محكمة بصراحة ما كنتش جيت أصلاً. بالعكس، أنا عارفة إن أنتوا يمكن دلوقتي تكونوا مش مع بعض، يمكن تكون هي بعدت من نفسها عشان كده أنت جيت عايز تنساها بيا. إيه ده؟ وأنا بقى المفروض أرد على الأوهام الكتير بقى اللي في دماغك دي؟ لا خالص، عايزك بس تفهم حاجة واحدة، إن أنت عمرك في حياتك ما هتلاقي حد يحبك زيي ولا يفهمك زيي. بس أنا مش هينفع أفضل طول الوقت بلان بي، هيجي وقت ياسر ومش هتلاقيني أنا كمان. مش ممكن اوصل لنتيجه مع داليا قبل ما اقعد معاكي الاول. يعني افهم من كلامك ان انا جزء من مشكلتها؟ على الاقل هي فاهمه كده. هي قالت لك ايه؟ كرهت جوزها لما اتاكدت ان هو بيحبك. وطبعا قالت لك ان انا كمان بحب. هي لسه مش متاكده من مشاعرك ناحيته، لكن عارفه ان هو طبعا في فلوسك مش هيسيبك، مش هيبطل يفكر فيكي. علشان كده هي طلبت الطلاق؟ كويس قوي انها ما وصلتش لابعد من كده. واحده في مكانها كان ممكن قوي انها تفكر في الانتحار مثلا. انتحار؟ اي ست تصدم لما تعرف ان جوزها بيحب واحده ست غيرها، وبتزيد الصدمه اكتر لما الست دي تبقى اختها. دكتور انا عايزك تقول لها ان انا ما بحبوش وما حاولتش اخده منها. انا عايزك انت اللي تقولي لها كده وتفهميها كده بنفسك، عشان كده انا اتصلت بيكي. ولو صممت على الطلاق اعرفي ان هو ده الحل الوحيد للازمه اللي هي فيها. ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي، وجايز لو عارف يزعل مني. يعني انت جاي لي من نفسك؟ انا جاي لك بالاتفاق مع هاني سرني. وجاي تبيع لي ايه؟ هدنه طويله مع مستر ياسر. هدنه؟ الجيم اللي بينكوا تعبك على قد ما تعب، وانتوا الاثنين مش هتعرفوا تركزوا في شغلكوا طول ما انتوا بتحاربوا بعض. بس انا بقى ما بعرفش اشتغل الا لما يكون في حرب. ما كنتش فكرت تخلص مني. اخلص من مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طمن، أنا الشاهد الوحيد، يعني لو سكت محدش غيري هيبلغ عنك. ده أنت جاي تهددني بقى؟ أنت لو وافقت على الهدنة ولا أنت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض. بس كل هدنة وليها شروط. اقعدوا مع بعض واللي ليه حاجة عند التاني هياخدها. ومين يضمن لي إن أنا آخد حقي منه؟ أنا. ياه، للدرجة دي كلمتك مسموعة عنده؟ ما تنساش إن أنا اللي أنقذته من الموت، يعني بقى عارف كويس قوي إن أنا مش عايز حاجة غير مصلحته. وليد جايب لك عريس. مش هقابله. ليه؟ عشان حضرتك عارف اني مشغوله مع يارا. يعني تحبي نأجل المقابله لحد ما يارا ما تمشي؟ او نلغيها احسن. ليه يا حبيبتي؟ وانت تعرفي العريس ده؟ لا. امال رفضاه ليه قبل ما تشوفيه؟ واحد شافني في النادي فقرر يتقدم لي. يعني تفكيره قديم ودماغه تخوف. وبعدين ده صاحب وليد، وانا مش عايزه اي حد من طرفه. حبيبتي بس ده مش أول عريس ترفضيه، والاتنين اللي جولك قبل كده ما كانوش من طرف وليد. يا بابا أنا مش عايزة أتجوز بالطريقة دي. طب عشان أفهم بس، الطريقة هي اللي مش عاجباكي؟ ولا في حد تاني؟ يعني حد تاني زي مين؟ أنا خايف اللي في دماغي يطلع صح،
والكلام اللي بيقوله اخوكي انك لسه بتقابلي شريف. يا بابا يا بابا انا اسمعيني، انا مش عايز اسمع رد منك دلوقتي، لا ولا لا. بس كل اللي عاوز اقوله لك كلمتين وتحطيهم حلقه في ودنك. الحب الحقيقه يا حبيبتي هو اللي بيكبر وتبقي فخوره بيه، مش اللي تخبيه وتبقي مكشوفه منه. فهماني؟ تصبح على خير. ده شيك من عبد الله الشلقاني ب 200,000 جنيه، وده شيك من حسام خليل ب 70,000 جنيه. يا ابن اللذينة. طب ازاي؟ انت عارف ان انا بقالي 3 سنين مش عارف اجيب منهم جنيه واحد؟ عارف. وعارف كمان ان الشيف حاططهم انها ديون معدومة؟ انا ما عنديش حاجة اسمها ديون معدومة. طالما فلوسنا يبقى لازم نحصلها. طيب قول لي، يعني هم ردوا عليك ازاي لما اتصلت بيهم؟ لا ما هو انا ما اتصلتش، انا طبيت عليهم. هما وثلاثة تانيين كان لينا فلوس عندهم، بس دول تقريبا اللي انا غتت عليهم لغايه لما عرفت اخد الفلوس. والله العظيم يا ابني انت برنس. بص انا هطلع لك مكافأة 5% من المبلغ نفسه. بس انا ما عملتش كده علشان المكافأة. عارف. عارف عيسى ان انت عملت كده عشان الشركة وعشان حبيبها. بس اعتبرني يا سيدي بطلع لك مكافأة صغيرة اهو بحفزك عشان تجيب بقية فلوس اللي بره. هيحصل ان شاء الله. بس انا كنت طمعان في مكافأة تانية. خير. أمرني. الشركة كانت منزلة إعلان عن موظفة علاقات عامة، وأنا عندي جارتي في العمارة بكالوريوس تجارة زي حالتي، بس إيه؟ حتة بنت شاطرة شطارة. خلاص. هتلاقي بكرة الصبح وإن شاء الله خير. مش عارف أقول لك إيه. هشتغل معاك في نفس الشركة؟ قول يا رب. والله صبرتوا ونورتوا يا ولاد. المهم بس يوافقوا عليها يا خالتي. هم يقدروا ما يوافقوش عليا بعد كل اللي أنت عملته عشانهم؟ مش كفاية إن أنت أنقذت حياة الراجل؟ آه. أهو ده بقى اللي أنا كنت خايف منه. تخش الشركة معتمدة عليا مش على مؤهلاتك. هما يلاقوا مؤهلاتي فين اصلا؟ طب ادعوا ربنا بس ان انا اللي وافق عليهم مش هما اللي يوافقوا عليا. انا ما بحبش الواسطه، انا كل اللي عملته لك مش هخليكي تستني في الدور زي بقيه البنات اللي متقدمين للوظيفه. ولازم يا ساره وانت رايحه تلبسي احلى حاجه عندك. ايوه يا بنتي انت هتشتغلي في العلاقات العامه. الانترفيو بكره بتاعك الساعه 11. هسيبك تجهزي من دلوقتي وتحضري السي في بتاعك. مش الساعه 11، طب انا هاجي معاك في العربيه. وتقعدي فين لغايه ميعاد الانترفيو ان شاء الله؟ يعني اقعد في ايه يا ماما اللي اقعد فين؟ هقعد في مكتبك طبعا ومش انا خطيبتك؟ لا. أنا مش قايل لهم إن أنت خطيبتي، وأنت كمان أوعي تغلطي وتقعي بلسانك قدامهم. ليه يا ابني؟ هو في الشغل عندكم ممنوع الواحد يخطب ولا يتجوز؟ لا مش الفكرة يا خالتي، بس أنا مش عايزهم يقولوا إن أنا جايب خطيبتي تشتغل وأنا لسه بادئ شغل عندهم. يا سلام! طب إيه رأيك بقى إن أنا اللي مش عايزاهم يعرفوا إنك خطيبي وهعتمد على نفسي وهتشوف يا عيسى؟ ادعي بس ربنا إن أنا أستحملك الصبح في الشركة وبالليل في العمارة. يا رب أنا اللي أستحملك. أنا كان مالي ومال الشورى العباد دي. دمك مش خفيف على فكرة. أشرفك. والله لا شرف. سلام. السلامة يا ابني. مبروك يا سلام. الله يبارك يا ماما. ماما ايه؟ والله العظيم انا كنت عايزه اقول له شغلني معاك بس اتكسرت. هي جت من عند ربنا يا ربي. يا ما انت كريم يا رب. البس ايه؟ البس عيسى مهتم بيكي قوي. يا رب ابقى عند حسن ظنه. انتي بقى جارته من امتى؟ من يوم ما اتولدنا تقريبا. اصل احنا حضرتك مولودين في نفس العماره ومولودين في نفس السنه. اوكي اوكي. السي في بتاعي. ده انتي خريجه تجاره زي عيسى ونفس سنة التخرج كمان. هو حضرتك عارفة هو اتخرج سنة كام؟ اشتغلتي في مكتب كمبيوتر، حل ملابس، مصنع حلويات، مش كده؟ مظبوط. بس احنا الوظيفة اللي عندنا public relation. لا ما هو انا حضرتك في مكتب الكمبيوتر وفي محل الملابس كنت شغالة مع العملاء على طول.
ودي بابليك ريليشن. وعلى فكره انا العملاء كانوا بيطلبوني بالاسم، يعني كانوا بيجوا علشاني. اوكي. احنا الوظيفه اللي عندنا هتتعاملي مع اجانب، يعني فيها انجلش. انت دراستك ايه؟ خريجه لغات؟ لا انا مدارس حكومه، بس انا الانجليزي بتاعي ماشيني، اصلا كنت شاطره فيه قوي، كنت دايما لما بيجي. خلاص. طيب الحاله الاجتماعيه بتاعتك ايه؟ متجوزه؟ مخطوبه؟ لا ولا ده ولا ده. طيب سيبي السي في بتاعك يومين ثلاثه ونبقى نرد عليكي. اتفضلي. علاء خير؟ يعني ما ردتش عليا في موضوع داني. انا قلت لك الموضوع ده صعب ومحتاج تفكير. علاء انت عايز تقنعني ان انت كل ده ما فكرتش؟ فكرت، وبصراحه كرامتي ناحت عليا. انا مش هقدر اعيش مع واحده مخونانه ومش طايقه تبص في وشي. حلو، يعني موافق على الطلاق؟ اه، بس بالشروط اللي اتفقنا عليها. ننزل عن كل حاجة. طبعا. اه صحيح، انا ما عنديش مكان تاني اعيش فيه. اللي انا قلته ده اصل كنت متوقعة انك هتقولي كده. يعني انا غلطان ان انا امنت لها واتجوزت في شقتها؟ طب اجيب شقة منين دلوقتي انا؟ ايوه علي، انا مش هقدر اقول لداليا سيبي شقتك، ما عندهاش شقة تانية. لا هي دي بقى مشكلة تانية. ولا مشكلة ولا حاجة. أنا هجيب لك شقة إيجار. أه أنا موت وسم الإيجار ده، ما أحبوش. يعني إيه؟ اشتري لي شقة باسمي. وهو القسط قريب من الإيجار. لا مش شقة كبيرة أوي، يعني شقة صغيرة. فيها ما أنت هتستخسري في أختك الوحيدة حتة شقة قصاد إيه؟ إنك تخلصيها من الراجل اللي مش طايقاه ومخوناه ومش طايقة تبص في وشه. حاضر. هجيب لك شقة. صغيرة قوي يعني كده تبقى حاجة حلوة. اتفضل. أمل قالت لي إنك عايزاني. كنت بتوصل صورة مش كده؟ مش للدرجة، أنا بس كنت بطمن عملت إيه في الانترفيو. واضح ان امرها يهمك قوي. انا قلت لك قبل كده انها جارتي من زمان ويتيمه وما عندهاش اخوات ولاد. ده انتوا كمان كنتوا في كليه واحده؟ ما هي نص مصر بتخش تجاره. بس شكلها كده مش شاطره زيك. ليه؟ اجتماعيه جدا. يعني الانجليش بتاعها ضعيف جدا. ما اشتغلتش بابليك ريليشن قبل كده. يعني مش هتقبل في الوظيفه؟ والله هي من ناحيه الوظيفه هي ما تستحقهاش، الا لو كان ده هيزعلك. لا طبعا انا ما ازعلش من الحق، ومصلحه الشركه اهم. بس ايه عايزه؟ يمكن صعبان عليا عشان انا عارف ظروفها كويس، ولو من ناحيه الانجليش دي انا ممكن اخليها تاخد كورسات مكثفه لغايه لما تبقى كويسه، وافضل جنبها في الشغل لغايه لما تتعلم. أنا لو مش شايف إن هي هيطلع منها حاجة كويسة ما كنتش اتحمست لها بالشكل ده. إحنا ممكن نخليها شهر مثلا تحت التمرين. طيب يا عيسى، أنا هنجحها في التصفية بتاعتي. بس ياسر هيشوفها وهيشوف في اتنين تانيين ويختار واحدة ما بينهم. متشكر جدا لحضرتك. نعم. عن إذنك. ايوه دخل لي بعدها. ادخل.
تذكرتي اللي كلمت حضرتك عليها. اهلا اهلا يا سكرة، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. ده ياسر بيه صاحب الشركه دي، وهو اللي هيقول اذا كان ينفع تشتغلي معانا هنا ولا لا. على فكرة ماما سابت لنا بيت وراحت عند خالته في اسكندرية. عادي بقى يعني، ما انت عارفة ماما، ولما تزعل شوية تسافر. لا بس أنا حاسة إن احنا المرة دي زودناها معاها شوية. انت ما تخافيش، هي ترجع من اسكندرية ناسية موضوع الجواز ده خالص، وبعدين مش هينفع أصلا، ما ينفعش تتجوز وكل الناس دي مش موافقة. بس مش هتبطل تحبه. ممكن ما اسمعش منك الكلمة دي تاني؟ اوكي. عملت إيه مع البنت اللي جابها عايزة؟ هتشغلها معانا؟ أنت شايفة إيه؟ يعني شايفه انها اقل خبره في الثلاثه. حرام عليكي، مش قوي كده يعني. لا خالص، ما عندهاش خبره، ما عندهاش لانجويج. بس انا بصراحه مش عايز ازعل عليسا يعني. بس انت عمرك ما جاملت حد على حساب الشغل. ايوه بس انا هشغلها تحت التمرين مثلا، وبعدين اشوف يعني تعمل ايه في الايام اللي جايه. اوكي، والبنتين التانيين؟ لا دول مش هحتاج لهم دلوقتي خالص. انت شايف انها جاره عيسى وبس؟ ليه؟ وانت شايفه حاجه تانية؟ يعني حاسه ان هو مهتم بيها زياده عن اللزوم. اوكي عادي يعني، هو ممكن تبقى صعبانه عليه او يتيمه زي ما هو قال لي. ايوه بس انا سالت البنت قالت لي انا لا متجوزه ولا مخطوبه ولا اي حاجه. طيب لو في حاجه ما بينهم ايه اللي هيخليهم يخبوا؟ يعني يمكن عشان حاجه مش رسمي، وخايف بس برضو يبقى يقول ان هو احنا جايب صاحبتي شغاله معاكم في الشركه كده يعني. بلاش نستعجل، كله مع الوقت هيبان. انت قادر. مبروك بقيت زميلتي في الشغل. يا انت كريم يا رب. طب والله العظيم قلبي كان حاسس انهم هيوافقوا عليها. طبعا يا خالتي، هم يعني كانوا هيلاقوا زيها فين؟ اتعينتي 3 شهور تحت التمرين، بس انا واثق ان بعد اول شهر هتتثبتي. قدامك نص ساعة تلبسي وتحضري نفسك وتنزلي معايا. فين؟ على الشغل طبعا. على طول كده؟ ايوه، مستر ياسر قال انك هتستلمي الشغل النهارده. وكمان هتبدأي كورس انجليزي على حسابه. ماشية معاك يا عم. لا معلش يا عيسى، انا اصلي ما يعني لسه مش مستعده. مش مستعده؟ مش مستعده ايه؟ حد يضيع فرصه زي دي من ايده؟ انت مجنونه يا بنتي، ما تتكلمي يا خالتي. هي بنتي، عيسى عنده حق، حلاوتها في حموتها. يا جماعه بالراحه، بس انا مش حاسه ان انا مستريحه للشغلانه دي. نعم ده احنا ما صدقنا وافقوا، هنشتغل انا وانت في مكان واحد، وهتروحي وتيجي معايا في العربيه. البنت اخت المدير اصلا مش طايقاني، وحاسه انها هتفضل ورايا لحد ما تطفشني من الشركه خالص. بالعكس، لما تعرف انك من طرفي مستحيل تأذيكي. طيب اديني بس فرصه افكر. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ هتطير الوظيفه من ايديها. معلش يا ابني، روح انت على شغلك وسيبها لي لحد بكره. ماشي، بس اعملي حسابك ان انا مش هتحشر لها في اي حاجه تاني، وبرده مش هسيبها تدور على شغل بطريقتها. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. دي حكايتك؟ انت مش كنت هتموت على الشغلانه دي؟ صاحب الشركه يا ماما. مين؟ هي بقى ياسر الشواربي اللي كان عمال يتصل بيا من ساعه ما كسر لي الموبايل وجاب لي غيره. انا رجعت الميزانيه بتاعت المناقصه اللي بعتها لنا مها الغزالي، ودي ملحوظاتي عليها. اقعد يا عيسى. الميزانيه دي لو اتنفذت زي ما هي هتوفر لنا 3 مليون جنيه. 3 مليون؟ ده على الأقل، ويمكن أكتر كمان. خلاص. أنت بقى تسيبها لي أدرسها براحتي، ممكن؟ تمام، بس يا ريت ما تقولش المدام مها إن دي ملحوظاتي. أنت عارف هي قد إيه كرهاني من ساعة ما سبتها وجيت لكم. ما تقلقش يا سيدي. هقول لها إن دي ملحوظات أنا. تمام. تأمرني بحاجة تاني؟ آه. عايزك تقول لسارة تقعد مع أمل. هتقول لها مواعيد الكورس اللي حجزناه لها. وتعرفها يعني حبة معلومات عن الشغل. حاضر. أول ما تيجي إن شاء الله. أول ما تيجي؟ هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ لا هي
هي اصلها قالت لي ان هي محتاجه شويه وقت علشان تستعد. وقت قد ايه يعني؟ مش عارف والله، بس على العموم انا هسالها لما ارجع للادي ان شاء الله. غريبه قوي يا عيسى، انت فهمتني البنت دي محتاجه الشغل جدا. اه طبعا، انا مش عايز حضرتك تقلق، على العموم هي لو ما جاتش احنا ممكن نجيب اي حد تاني. نبقى نتناقش في الموضوع ده بعدين. انا اسف. الو. ايه؟ ما جيتش ليه تستلم الشغل؟ انا ما كنتش اعرف انك صاحب الشركه. وانا كمان ما كنتش اعرف ان انت جاره عيسى. خالي؟ كنت بتحاولي تهربي مني كل ده وفي الاخر جيتي لحد عندي. ما تتعبش نفسك، انا خلاص هدور على شغل تاني. مش هتسرحي في اي مكان تاني غير عندي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ ايه؟ لسه خايفة مني؟ ما سألتش نفسك ليه ربنا جابك لحد عندي برجليكي بعد ما فضلت كل ده هربانة مني؟ سألت بس مش لاقي إجابة. لما نتقابل هتعرفي الإجابة بنفسك. لا صعب جدا طبعا. لا مش صعب خالص، على فكرة احنا محتاجين نقعد مع بعض نص ساعة بس، وصدقيني النص ساعة دي هتفرق معانا احنا الاتنين. أنا أصلي خايفة يعني حد يعرف إننا هنتقابل. عيسى مثلاً؟ عيسى أو أي حد. لا يا سارة ما تخافيش، أنا مش هقول لحد خالص، محدش هيعرف. سلام. سفرة؟ اه طيارتي بعد ساعتين، بس مش هتأخر، أسبوع ورجع. طبعا، ما أنت مالكيش زوج مستنيكي هنا. ما أنا اللي اتحايلت عليك تيجي معايا وأنت اللي ما رضيتش. أنا نفسي نسافر سوا، بس أنت اللي تيجي معايا. هو ده وقت يعني حوار زي ده؟ وأنا عمالة أجري عشان ألحق الطيارة. لا عندك حق، أنا اللي غلطان فعلا. قول بقى إنك غيران من نجاحي، ده بدل ما تفرح لي. أغير من نجاحك إزاي لازم أنا شريك فيه؟ إيه؟ شريكي؟ آه. ما انت ممكن تحكي على الناس كلها الا انا. لولايا ما كنتيش خدت الماجستير اللي عمل منك استاذه في اكتر من جامعه وبتطلع في التلفزيون والله اعلم جاي ايه كمان. ايوه 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 اظهر اظهر وبان، قول بقى ان انا من غيرك ما سواش حاجه. لا بس انت اللي عايزه تنسي وقفتي جنبك والمجهود اللي عملته معاكي عشان يبقى لك حجه ان انت تنشغلي عني. انا ما عنديش وقت ارد عليك براحتي مع الاسف. كويس قوي اني عرفت نيتك قبل ما اسافر. مالها نيتي؟ ردي عليا، مالها نيتي بقى ان شاء الله؟ انت اللي من يوم ما عرفتك وانت ما بتفكريش الا في نفسك. واتجوزتني ليه؟ انت اللي اتجوزتيني ليه؟ طالما انت مش مهتمه بيا ولا بالبيت ولا باي حاجه ممكن تربطنا سوا. عندك ايه غير اللي قلته لي في التليفون؟ عيسى بيحبك؟ هو اللي قالك كده؟ انا بسألك. ايه؟ خايفة تقولي ان هو بيحبك فاطرده من الشركة؟ هو انت ممكن تعمل كده فعلا؟ سارة انا مش وحش قوي كده، وبعدين عمري ما هنسى ان عيسى هو اللي انقذ حياتي. بيحبك.
قال بقى يجيبك الشركة عشان تبقى قريبة منه. طيب وانتي؟ أنا من ساعة ما وعيت على الدنيا ما شفتش راجل غيره. جاري وأبويا وأخويا وصاحبي وزميلي كل حاجة. عمري ما تخيلت إن كل واحدة غيري أو كل راجل غيري. عشان عمرك ما عرفتي راجل غيره. جايز. طيب. كانت فرصة تشتغلي في شركتي وتبقي جنبه. ده لو ما كنتش أنت لسه بتفكر فيه. أنت خايفة مني ولا خايفة على عيسى؟ اتنين. أيه صراحتك دي أكتر حاجة عجباني فيكي. يعني انت عايز نكدب عشان تستريح؟ لا خالص بالعكس، خليكي زي ما انت كده بالظبط. وانت كمان من فضلك خليك زي ما انت مع عيسى، وانا اكيد هلاقي شغلانة في اي مكان تاني. مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟ اللي بيني وبينك شغله وبس. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ولا عايز تعرف علاقتها بعيسى؟ انت لازم اطلقها من زمان قوي. نفسي اصدق. كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا. فهمهم ان انت جارتي وبس. مش معنى تقوليها لي انا بالذات. هي ما كانتش تعرف انها صاحبه الشركه. اكيد هيفهم ان انا بنت فقيره ومش وش نعمه.